صباح الخير مشاهدينا، اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2013، حلقة جديدة من برنامج الحدث بطلع لكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت. جملة من الملفات سنبحث اليوم على طاولة الحوار مع ضيفي عضو كتلة المستقبل النائب خضر حبيب. سعدنا أهلا وسهلا فيك. شكرا. في هذه الحلقة طبعا جاي من طرابلس حضرتك اليوم. صحيح. وستكون انطلاقة هذه الحلقة من طرابلس من انتشار الجيش وقوى أمن الداخل اليوم المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي أطلقها وزير الداخلية مروان شربل لطرابلس لمحاولة وقف الاشتباكات بين التبانة وجبل محسن وامتداد هذه الاشتباكات على أكثر من محور في طرابلس. بدنا نبحث بهذا الملف، طرابلس إلى أين في ضوء ما يحصل، في ضوء الخطة الأمنية، في ضوء الفلتان الأمني اللي عم نشهده بالمرحلة الأخيرة، حتى الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات الأخيرة أيضا التفجيرات، يعني هذا التوتر في النفوس وعلى الأرض اليوم في ضوء تفجيري السلام والتقوى، مهرجان التيارات السلفية في معرض رشيد كرامي، كذلك الدعوات لتوقيف رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد، موضوع الاتهام الذي يقول نائب سليمان فرنجي أنه يعني جهز من قبل فرع المعلومات، أكثر من ذلك كل هذا الملف ملف طرابلس. أيضا في السياسة الداخلية المتعلقة بالوضع الحكومي، وضع رئاسة الجمهورية، الحديث عن انتخابات رئاسية، والملف السوري في ضوء التطورات الأخيرة وتحديدا معركة القلمون. رحب فيك أستاذ خضر في هذه الحلقة. قبل ما نبتدي تفصيل كل هذه المحاور، إن شاء الله يسعفنا الوقت بأنه نلحق نبحثها كلها، بدي انتقل مع حضرتك لانه كل واحد من هدول بدهم حلقه خاصه، بدهم يعني حلقه، بدنا نحاول قد ما فينا بشكل سريع. بدي انتقل انا وحضرتك والمشاهدين الى زميلتي كاترين حنا التي توافينا بموجز لاخر واهم التطورات على ان نبدا حوارنا بعد ذلك. شكرا كاترين، عوده لكم مشاهدينا ولمتابعه برنامج الحدث وضيفي عضو كتله المستقبل النائب خضر حبيب. استاذ خضر، قبل ما انتقل الى طرابلس ورشا الكرم اللي عم تواكب الانتشار الامني المرحله الثانيه من هذا الانتشار، بدايه انتم مع ما يطبق اليوم في طرابلس؟ بالتاكيد استاذ مالك، نحن مش بس اليوم نحن مع هذه الخطه، نحن منذ يعني سنوات عديدة كنا ننادي بتطبيق خطة أمنية وبوضع يعني خطة من قبل المؤسسة العسكرية وسحب السلاح من جميع الأفرقاء السياسيين، وقلنا فلتكن هذه يعني التجربة قدوة من مدينة طرابلس يتم تطبيقها ببقية المناطق. ولكن أنا بدي أسأل سؤال أستاذ مالك، اليوم خلال السنوات الثلاثة الماضية كان هناك حوالي 17-18 معركة عباسية سقط خلالها أكثر من 157 قتيل وأكثر من 1250 جريح، جميعهم من أبناء طرابلس، والبعض منهم شهداء من المؤسسة العسكرية ومن الجيش اللبناني. صحيح. وكل الأمن الداخلي أيضا. السؤال بيطرح نفسه، لماذا تم الانتظار 3 سنوات لتنفيذ هذه الخطة؟ مش ثلاثة. عم بحكي عن آخر 17 معركة. نحن اليوم بال 2013. نعم. معارك طرابلس بلشت وقت 7 أيار. 11 ايار صحيح بال 2008، بس انا 2008 صاروا 5 سنين. صحيح، بس انا اللي عم اقوله انه اخر 17 معركه هني اخر يعني اخر سنتين ونص 3 سنين، بالرغم انه ما تغير شيء، الحكومه بعدها هي ذاتها، هناك رئيس مجلس وزراء واربع وزراء من مدينه طرابلس، الحكومه ولو كانت حكومه تصرف اعمال، ولكن بالواقع هذه الحكومه ما زالت. لماذا لم يتم هذا السؤال عم اقول بيطرح نفسه، من اساسه لماذا لم يتم عمل خطه امنيه؟ في خطط امنيه عديده حصلت وانتشار وإعادة انتشار وكل مرة نسمع، ولكن هالمرة حقيقة وأتمنى من كل قلبي وحفاظا على هذه المدينة التي تستنزف يوميا من أبنائها واقتصادها وإنمائها واستقرارها. ما تصدق قديش اليوم يعني هذا العبء أبناء المدينة، اليوم الناس صار عندهم خوف أنه حقيقة هل في دولة بمدينة طرابلس، هل هناك استقرار، هل هناك قوة أمنية؟ الناس بغض النظر عن الاستقرار وعن القوى الأمنية، القوى الأمنية موجودة والاستقرار نوعا ما، يعني ما في معارك هاي الفترة، بس بدي أسألك سؤال وأنت ساكن بطرابلس. صحيح. اليوم في دولة بطرابلس؟ يعني اليوم لما بيمشي اثنين على الموتو بيقوصوا شيخ براسه، اليوم معروف هيدا موضوع حتى ولو سياسي لما بيمشوا اثنين بالطريق وبيقوصوا شيخ براسه، بس هذه الاحداث تحصل بكل باي منطقه، مش بس بالاراضي باي منطقه في لبنان، بتحصل باي منطقه بارقى دول، بتحصل باوروبا، بتحصل بامريكا. صحيح. انا ما عم بنحكي عن اي عمليه اغتيال سياسي لاي جهه كانت، نحن كنا الموقف حازم، مش بس هالحادثة، استنكار لهذه الحادثه. ما خليتني كمل. اليوم مطلق مشكل بالبلد، شفنا كمان اول امبارح ليله اللي بشرنا معالي
الجزء الثاني من مسلسل الخطة الأمنية التي هبت مرتين على طرابلس. ليلة اللي بشرنا شفنا المعارك بالأسواق الداخلية وإطلاق النار، ليلة كاملة كانت من الرصاص. صحيح. لا قدروا ضبطوها. شيء مؤسف حبيبي. وين الدولة؟ ما هيدا السؤال اللي قلت أستاذ مالك اللي بيطرح نفسه اليوم. حقيقة المؤسسة العسكرية والدولي وكامل كيان البلد في سؤال كبير اليوم، إنه فلننتظر لأنه العبرة بالتنفيذ. العبرة بالتنفيذ، وهناك من يمنع الدولة على المحك اليوم. من يمنع التنفيذ من 2008 لليوم؟ يعني بقدر أقول لك بصراحة قرار سياسي من 2008 لليوم. ما في شك. خلينا نسمي الأمور كما هي. نحن كتيار مستقبل وكنوة وفعاليات وكقوى 14 أدار سبق أكثر من مرة قلنا نرفع الغطاء السياسي عن أي مسلح يتجول بأي منطقة كان. عم بحكي عن صعيد طرابلس قبل ما نحكي على غير مناطق أخرى. طب وقت بيجتمع المجلس الأمن المركزي وبيكون رئيس مجلس وزراء، وزير الدفاع، وزير الداخليه، الضباط المعنيين، قاده الاجهزه الامنيه، كلهم موجودين بما فيهم سياسيين طرابلس، وبيقولوا نرفع الغطاء السياسي عن اي مسلح. ماذا يحصل بعد بيوم اثنين ثلاثه؟ بنشوف محاصيل معارك حصلت بين كل المنطقتين، بين جبل محسن والتباني. هذا القرار السياسي لمين هون؟ هيدا من يملك هذا القرار بمنع منع ضبط الموضوع؟ اليوم عم تقول حضرتك انه في قرار سياسي بمنع ضبط الموضوع، من يملك هذا القرار؟ بدك اكثر من غطاء سياسي. عم اقول لك اجتماعات يعني مجلس الامن المركزي واكثر من اجتماع دعا عليه فخامه الرئيس باسر عبد اليوم. فاذا لماذا ترجمون اذا نجيب ميقاتي اذا القرار السياسي من 2008 يمنع تطبيق هذه الخطة؟ اليوم في هناك مسؤوليه على الحكومه بمعزل مين رئيس مجلس وزراء، كان رئيس نجيب ميقاتي او غير اي شخص اخر على هذا المقعد. اليوم السلطه التنفيذيه وقام بصلحها بمنزل سماحه الدكتور مالك الشعار، ومن بعدها دعوا الى النائب السابق وصارت بعد سبع ايار. استاذ مالك نحن بنعرف صلحها صارت بعد سبع ايار، بلشت بسبع ايار بس اخر ومشيت فعليا رئيس السنيوره معارك، ورجع اجى الرئيس الحريري وصار في معركه وعمل صلحه ورجع صار معركه. هيدا اذا دل على شيء دل على انه الصحه الطرابلسيه مع الاسف التي تستنزف يوميا هي عباره، وهيدي صارت تكرر مرارا وتكرارا، انه طرابلس عم يستعملوها ساحه للرسائل. هيدي صندوق بريد الكلمه تستعمل واستهلكت، انه البلد عم يستعمل ساحه كل ما يكون في هناك أزمة سياسية أو أمنية أو بمكان ما، عم تتنفس على صعيد المعركة ساحة طرابلسية بين جبل محسن وبين التبين. هذا شو مأسف، لأنه بالنهاية هذا يعني نتمنى الحقيقة. لنرجع موضوعنا الأساسي بس بدي قبل ما نكمل حوارنا بالسياسة بموضوع الوضع في طرابلس، بدي انتقل إلى الأرض. بدنا نشوف شو الوضع على الأرض، وين صار الانتشار، كيف استقبل طرابلس هذا الانتشار الثاني للقوى الأمنية. رشال كرم موجودة الآن في طرابلس لموافاتنا بآخر التطورات. رشال صباح الخير. صباح الخير لك مالك. صباح الخير لضيفك. رشال، كيف هو الجو على الأرض في طرابلس غدات بدء المرحلة الثانية من الخطة الأمنية الموعودة؟ مالك، أنت ابن طرابلس وهناك العديد من طرابلسيون الذين يشاهدون الآن التلفاز، وهناك فعلا هذه المفاجأة التي تحصل في طرابلس، هذا الترحاب الموجود أكان في الشارع، أكان أيضا لدى عدة قادة محاور تحدثنا معهم، تحدثنا أيضا مع بعض المشايخ، تحدثنا أيضا مع الأمنيين، وكانت فعلا مفاجأة بالنسبة إلينا حتى أن هناك كان بعض المزاح على هذا الموضوع. هل فعلا ما يحصل هو جديا في طرابلس؟ ما يحصل تحديدا أن القوى الأمنية وتقريبا 500 عنصر خرجوا من سرايا طرابلس عند الساعة 9:15 تقريبا، تحديدا 250 خرجوا من سرايا طرابلس وتوجهوا إلى المناطق وإلى المحاور، تحديدا إلى باب التبانة وجبل محسن في الوقت عينه. عندما تحدثنا أيضا إلى الأشخاص الذين يتواجدون في هذه المناطق قالوا لنا بصريح العبارة بأن الترحاب ليس بشكل علني وبشكل فعلا يعني فاص بهذا الموضوع، ولكن هناك ترحاب ضمني لأن الجميع يريد القانون، الجميع يريد هذه الدولة. وحتى الساعة حتى هذا الوقت لاحظنا بأن ليس هناك أي تعرض لأي جهاز، لأي حاجز أمني، لأي أكان قوى أمنية وأيضا الجيش اللبناني، وخصوصا مالك بأن تحديدا في التبينة هذه هي المرة الأولى والتي تدخل فيها القوى الأمنية إلى هذه الشوارع، هي المرة الأولى منذ
عام 2008 التي يحصل فيها هذا الانتشار الأمني بهذا الشكل، هي المرة الأولى التي تدخل قوى الأمن على إلى باب إلى جبل محسن عفوا، لأن نحن نعرف بأن عادة جبل محسن يتواجد فيها الجيش اللبناني، أما القوى الأخرى فعادة ما يرفضها جبل محسن وهي لا تدخل إلى هذه المناطق. اليوم دخلت كل الأجهزة الأمنية إلى جبل محسن وإلى باب التبانة، إشارة بأن عندما تحدثنا إلى الجبل كان هناك إصرار، وعندما قلنا لهم ماذا حدث كي تدخل كل هذه القوى الأمنية إلى الجبل كان هناك تأكيد بأن الناس تعبت، أكان في التبانة وأكان في المحاور الأخرى أكان في الجبل، تعبت من هذه الفوضى وتعبت من هذا القتال الذي يحصل، وبالتالي قالوا الجميع نريد القوى الأمنية أن تدخل إلى هذه المناطق. أيضا مالك وأنت تدرك جيدا يعني الأرضية في طرابلس، تحدثنا هل فعلا هي جدية، هل فعلا أن الأمور إذا ما تطورت أكان في الأزمة السورية أو أكان في موضوع التفجيرين في طرابلس لن تحدث أي ارتدادات داخل طرابلس؟ فعلا يعني هذه أمانة ننقلها، جميع الأطراف أكدوا بأن الموضوع هذه المرة أكثر جدية من أي مرة أخرى، حتى أن العميد بسام أيوبي قائد درك طرابلس عفوا نزل إلى الشارع وما صرح به بالعلن أيضا صرح به ضمنيا وقال لنا بأن فعلا لابد من التحية لوزير الداخلية مروان شربل الذي عمل بكل جهد على هذا الموضوع وهو من وفق بين جميع الأطراف، وبالتالي طرابلس هادئة جدا، الانتشار بشكل جيد، ليس هناك أي تعرض لأي قوة أمنية، سوف يكون هناك حواجز ثابتة، سوف يكون هناك حواجز متنقلة في هذا الموضوع، المدرعات سوف تتواجد في جبل محسن مثلا على سبيل المثال هي في أول جبل محسن وأخرى داخل جبل محسن في باب التبانة، الشوارع عندما تكون الشوارع ضيقة بطبيعة الحال لن يكون هناك مللات، سوف يكون هناك سيارات صغيرة فقط للدرك وللقوى الأمنية، على أمل أن تستمر هذه الأمور بالشكل الذي يحصل سوف نوافيكم بأي تطور، نأمل أن لا يكون هناك أي تطور سلبي بل أن تكون أمور إيجابية، حتى أننا علمنا مالك بأن البعض يحضر الزهور ويحضر بعض الأرز ليرش على هذه القوى الأمنية التي طال انتظارها في هذه المناطق، وأما الحديث عن الشوارع الحديث عن الناس خارج هذه المنطقة الضيقة التي عادة ما يحصل فيها القتال، نلاحظ بأن زحمة السير منتشرة في هذه المناطق، نحن نتواجد عند ساحة عبد الحميد كرامة، هناك فعلا زحمة سير، المحال التجارية مفتوحة، العالم يعني هناك رضا هناك سرور في هذا الموضوع ويتأملون خيرا بهذه الخطة الأمنية التي بدأت اليوم مالك. شكرا لك راشيل، وعلى أمل فعلا أنه تطبق هذه الخطة الأمنية بنجاح تام. على كل حال سنبقى في تواصل معك في حال ورود أي جديد من طرابلس. معالي وزير الداخلية شكرا لأله لأنه أصلح وجمع بين الأفرقاء. عظيم، هذا شيء بيطمن وشيء بيشجع الحقيقة، وبعد هالريبورتاج اللي سمعني هلأ بدل قصة صلحة أم فرض الأمن؟ لا ما في شك الأمن بالتراضي استاذ مالك ثبت فشله لمرات عديدة، ولكن هلأ سمعت تفضلت وعم تقول أنه هناك تصريح من قبل العميد بسام أيوبي صحيح. بيقول فيه حرفيا هالمرة غير كل مرة، لذلك أنا قلت هالمرة حقيقة في هناك اليوم الدولة يعني مصداقية الدولة على المحك، هيدي الخطة صار لها بينحكى عليها، آخر مرة كان باجتماع آخر مجلس اجتماع لمجلس الأمن المركزي كان يمكن بأيلول بمنتصف أيلول، يعني أنا اللي عم أقوله المفروض حقيقة لمرة واحدة أخيرة طرابلس تستحق الأمن، أهلها وأبنائها بكل المناطق بيستحقوا الأمن والاستقرار، ولكن اليوم غير كل مرة هيك عم يقولوا إن شاء الله إن شاء الله. خلينا السلاح الموجود مع الشباب نعم. وينه؟ ضبينه بالبيوت وبالسيارات وين بده يكون، يعني لم يتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية، ولكن خلينا نسأل أنه لبنان كل عمره بصلح أستاذ مالك، وأنا هون مش بالدفاع طبيعي. أنا لا أؤمن لا 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 أنا شخص لا أؤمن بالسلاح، أنا أقر بالكلمة الحرة والألم، أنا معك أنه الكل مسلح، أنا مش عم بلش بالفكرة، ومش بس شباب التبانة اللي مسلحين، الكل مسلح، مشان لا تفهم للأنصاف يعني لا تفهم بأنها ضده، بس اليوم في سلاح بطرابلس غير سلاح المواجهة بين التبانة والجبل، أنا هيدا اللي عم بحكي عنه، سلاح المواجهة بين التبانة والجبل، أهل التبانة بيقولوا للدفاع عن نفسهم بمواجهة ما يحصل عليهم من جبل محسن، والجبل بيقول للدفاع عن نفسه بمواجهة ما يحصل عليه من التبانة، بعيدا عن هذين السلاحين اللي هن خط التماس بيناتهم شارع سوريا، اليوم في سلاح بطرابلس غير هيدا السلاحين، غير سلاح شو عم تحكي مفهوم المواجهة، عم تحكي سلاح استراتيجي صواريخ مثلا او رعد صواريخ رعد او صواريخ البرق او شيء، لا بدي اعرف شو نوع، في سلاح قتل شيخ فرضا، في سلاح قتل شيخ، في سلاح واجه جيش،
بالأسواق الداخلية. بس لغاية الآن لا نستبق التحقيق، ممكن يكون موضوع شخصي، ممكن يكون موضوع مش ما بعرف، التحقيق لم ينتهي بعد في موضوع اللي قتل الشيخ. في سلاح خلتان، في سلاح واجه الجيش بالأسواق الداخلية، أي سلاح خارج عن إطار الدولة والمؤسسات العسكرية نحن ضده أستاذ مالك، لأي جهة انتمى مما يكون يكون، نحن ضد أي سلاح خارج عن إطار الشرعية والمؤسسة العسكرية. خلينا نكون واضحين لجميع الأفرقاء. هلأ في سلاح قتل الشيخ، ما بعد لهلا التحقيق لم ينتهي، فننتظر لنرى اذا حيقدر في موضوع شخصي جيش، مش بس الشيخ حتى ما احصره. وفي سلاح قتل كمان طيارين، الرائد سامر ونزلوا وقتلوا بطيارته ولم يتم توقيف الشخص لغايه هذه اللحظه. لا، توقف وانحبس. كان الاعتراض على فتره حبس. مين توقف وانحبس؟ ان شاء الله نفكر الشخص الذي اطلق النار توقف وانحبس. لا 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 لا، خلينا نكون واضحين، ما نتزكى عقول الناس ابدا. استاذ مالك، الشخص الذي تم توقيفه واعتقاله لمده 7 شهور ومن ثم اطلق سراحه ليس هو الشخص ذاته اللي اطلق النار على 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 الرائد سامر حنا، وانا مسؤول عن كلامي. ايه نعم، معلش، خلينا نكون وهيدي هيدي معلومات. طب بس ما زال في واحد بده ينحبس، ليش لا بده؟ لا بس انا هون هي بالمنطق كمان، انا مش عم برر، انا مش عم برر، فعلا في واحد بده ينحبس. نحن ضد اطلاق النار ضد اي جهه كانت، وخاصه ضد اي فرد من المؤسسه العسكريه، لانه هدول ابنائنا ونحن معنيين بهذا الامر اكثر من اي جهه اخرى، وخاصه يعني اذا عم بحكي مناطقيا من عكار، ونحن قديش بنعرف قديش في أبناء إلنا ينتموا إلى المؤسسة العسكرية. بس أنا صحيح. اللي عم أقوله خزان مؤسسة، ما في شك، بس أنا اللي عم أقول هالانتشار الأمني اليوم بمدينة طرابلس وداخل الأحياء والأدقة الداخلية هي أول مرة منذ سنين يمكن بيتم انتشارهم بهذا الشكل، بحدود 500-600 عنصر. إن شاء الله بنتمنى له الخير، لأنه المدينة الحقيقة، وأنا بدي أشكر يعني من خلال منبركم الكريم مبارح بالمسيرة اللي قامت فيها بعض الأشخاص من المجتمع المدني، مسيرة من بيروت إلى طرابلس، وهذا حقيقة شيء بيكبر القلب، لأنه كفى المدينة ما بقى تتحمل هالنزيف اليومي من أبنائها واقتصادها وأمنها واستقرارها، بيكفي يعني، ما بقى في الناس تتحمل أكثر من شيء اللي صاير. هلأ بدي أقول لك فيما يتعلق بموضوع السياسة بقلب البلد، في شرخ بالبلد كله، في شرخ عمودي. امبارح شفنا عم نبركن هون مع زميلك الأستاذ جورج، يعني شو صار، ما قدروا كفوا الحلقة بين الأستاذ جورج وبكسيني والعميد حطيت. فما في شك البلد في انشقاق عمودي وأفقي، هيدا ما فينا. وهون حقيقة لذلك عم نقول نحن خلينا نقدر نمرق هالعاصفة وهالأزمة بأقل ضرر ممكن على جميع المناطق اللبنية، وخاصة مدينة طرابلس، لأنه ما بقى تتحمل حقيقة أكثر ما تحملت. بكل أسف فعليا يعني الناس اختنقت، مش بس سياسيا. صحيح. اليوم الفلتان الأمني، اليوم الاقتصاد. صحيح. طرابلس منهارة. صحيح. بالأمس تجار شارع عزمي، أنا وأنت بنعرف شو يعني. صحيح. تجار شارع عزمي يطلعوا يقولوا بليز رخصوا لنا الأجارات، ما بقى قادرين نكمل. هيدا الشريان الحيوي الوحيد بطرابلس. طب لوين واصلين؟ أستاذ مالك، الحقيقة أنا يعني لدي أصدقاء بالمدينة، البعض منهم سكروا مؤسساتهم. إذا بتفوت على القطاع المصرفي وبتعمل مقابلة مع مدراء، وهيدا أكيد فيه سرية مصرفية، يعني يمكن ما بيعطوك معلومات ديركت، ولكن تتفاجأ قديش في ناس عليها مستحقات مصرفية وسندات وتشيكات مرتجعة بمدينة طرابلس. بطالة حدث ولا حرج. صحيح. لذلك نحن عم نقول اليوم إلى جانب هذه الخطة الأمنية التي نفذت اليوم بحاجة إلى خطة إنمائية. أنا بدي اليوم اسال، في عندكم اين هي خطه ال 100 مليون دولار التي وافقنا عليها في مجلس النيابي لانماء مدينه طرابلس، وهيدي تكون فقط للمدينه لخلق فرص عمل ما بين منطقتين، شباب بجبل محسن وبالتبانه وبالقبه وبكل منطقه. في مشاريع اليوم انتم اليوم نواب هذه المنطقه الممتده، مش ما احصرها بس بطرابلس. نعم. لانه كمان للامانه عكار تعاني يمكن قد طرابلس اكثر. ما في شك اليوم في حاله من البؤس بهذيك المنطقه. صحيح. في عندكم خطة معينة أنتم المسؤولون المؤتمنون من الشعب عن هذه المنطقة؟ حضرتوا شيء خطة لأنماء هذه المنطقة؟ أستاذ مالك، وقت أم في خطط موجودة وبحاجة لتطبيقها؟ هذا اللي بدي لك. نحن اليوم وقت بيكون في عندك مجلس نيابي في مشاريع قوانين مقدمة من قبل الحكومة أو اقتراحات قوانين مقدمة من قبل النواب، أول شغلة بدي لك إياها اليوم، في عنا يعني موضوع القانون الذي يتعلق بمحافظة محافظة عكار.
هيدي انت ما بتعرف قديش بتخلق لك فرص عمل من ادارات رسميه الى تبع. لم يتم تنفيذها حتى الان ولم يتم تعيين محافظ. راجعنا مرارا وتكرارا اليوم في سلطه تنفيذيه ولو كان حكومه تصريف عمل، ولكن خلال وجودها لم يتم تعيين محافظ لمنطقه عكار. هيدي قلت لك بتخلق فرص عمل عديده. حكومه مش عارفين ان شكل رح يعين محافظ يعني دوائر امنيه. مع الاسف مع الاسف يعني وصلنا الى مستوى من الانحطاط يعني الاداري والسياسي بهالبلد. ما بقى نقدر نقعد مع بعضنا على الطاوله مستديره منتظرين السيجنلز من الخارج مع الاسف. ولكن بدي احكي لهذا الموضوع بعدين. بنحكي بهالموضوع. ولكن انا اللي بدي اقوله ايضا مدينه طرابلس اليوم اللي هي العاصمه الثانيه صحيح لا يجوز ومن غير المقبول اليوم انه ترك الوضع، لانه اليوم بتعرف طالما لا يوجد استقرار امني ما في لا انمي ولا مشاريع. حتى رجال الاعمال الطرابلسيه ابناء هذه المدينه حيكفروا بالبلد. تركوا اللي سكر واللي لاول مره. استاذ مالك بقول لك اياها مع الاسف انه اصدقائي لي بيسكنوا بمدينه طرابلس اضطروا يتركوا المدينة. عم نحكي أبناء مدينة طرابلس إنه ما بقى بدهم، وخاصة بعد التفجيرين ما فيهم يعيشوا اقتصاديا، ما بقى في إمكانية، عم يضطروا ينقلوا شغل اقتصاديا برات المدينة واقتصاديا. منطق كلامهم لما صحيح. منطق فهيدا الشيء مؤسف. لذلك اليوم القيمين في السياسة على هذه المدينة، وأنا هم عم بحكي على الكل بدون استثناء، ولكن ما فيك تجي تقيم تقول أنت كنائب مشرع بالمجلس النيابي مسؤوليتك هو التشريع والمراقبة والمحاسبة، تقارني أنا مع وزير تنفيذي بالسلطة التنفيذية وتقول لي أنت مسؤوليتك مثل مسؤوليته، حرام تكون المقارنة. اليوم المسؤولية هي مسؤولية السلطة التنفيذية اللي هي بتقوم وبتنفذ على الأرض. حرام ترك هذه المدينة على آخر ثلاث سنين بوضع الحالي، لا يجوز من غير المقبول. 100 مليون دولار. انا بدي اسال سؤال موجه اليوم عم بتحاسبه، اليوم عم بتحاسبه اخر 3 سنين، ناسيين انه من 92 تعمر البلد وطرابلس ما وصل لها. مزبوط. بس اذا بدك تراجع من 2005 ناسيين انه هيدي المنطقه التبانه اللي اليوم هي سبب 3 ارباع المعارك اللي فيها، هي الاهمال اللي لحقته من 2000 من 92 لليوم. انا ما عم اذا بتنزل على التبانه يا استاذ خضر بعده رصاص الحرب معلم عليا. صحيح كل اللي عم تقوله ما فات فيها حجره من بعد الحرب. صحيح. بس انت اليوم بدك إيه؟ تحاسبني حقيقه من 2005 لل 2011 او 10 لانه كان في وجود سوري بوقتها. لا ما انت بتعرف اليوم القرارات حتى خلال حكومه الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما كان القرار بيده. انت بتعرف يعني بعد القرار بس بمعزل هيدا مش مبرر. انا عم اقول سؤال بعرف مش مبرر. ما كان ممنوع على رئيس حرير يطلع على 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 البقاع، كان ممنوع يطلع على طرابلس، ممنوع كان يطلع على عكار. القرار السوري كان يسمح بانهاض منطقه اللي هي بعيده عن التبانه ب 20 30 متر والتبانه. لازم بدك تسال يعني الاشخاص السياسيين بهذيك المرحله. بهذيك المرحله شو كان 2005 شو اللي صار؟ فلنفترض من 2005 انت بتعرف الى 2010 اذا بدنا نفتح يعني ونقيم الامور هيدي بدها حلقه بحد ذاتها، لانه انت بتعرف اليوم اغلاق المجلس النيابي سنتين، محاصره السرايا، يعني تفائلنا بالخير وقت القتا دوله الرئيس سعد الحريري وقلنا رئيس اكبر كتله نيابيه ونحن ابناء الشمال طرابلس وعكار ان شاء الله بنقدر ننفذ بالشريع. اول 6 شهور حاول يشتغل شوي خلقوا له بعدين ما يسمى بشهود الزور، كربجت الحكومه، ومن بعد 6 شهور طم الانقلاب على حكومه الوحده الوطنيه. بعدك عم تقول اليوم حكومه كربجه ومفروض تشتغل. بس هذه الحكومه استاذ مالك هذه الحكومه الموجوده اليوم خلال سنتين ونص ما قبل استقالتها كان لديها اكبر فرصه ذهبيه بهالمدينه. وبقول لك التاريخ لن يرحم، التاريخ يمكن لم يتكرر بهالمدينه بما يتعلق بوجود رئيس مجلس وزراء واربع وزراء من هذه المدينه. يمكن التاريخ لم يتكرر. التاريخ لا يرحم. هو فعليا فلذلك انا التاريخ لا يرحم. بس انا السؤال بس انتم رح يرحمكم التاريخ كمان. انتم من 2005 ممثلين عن هذه المدينه اذا طوينا صفحه قبل من 2005 لليوم. التاريخ لذلك انا رح فندلك يوم باللي فندلك يوم بال 2005 شو في مشاريع انعملت، يعني شو في مشاريع انعملت بقلب مدينه طرابلس، ومين كان مسؤول عنها ومين طرحها. يعني عندك مشروع توسعة المرفأ محطة التقرير المياه كلفة 120 مليون دولار اللي هي بنهر نهب أبو علي، محطة توسيع المرفأ اللي تكلفتها كانت عشرات ملايين الدولارات. بس هيدي ما بتشغل عالم. أنا معك بس هيدي بنية تحتية للبلد. هيدي ما بتعمر تبانة منكوبة من ال 86 صحيح ولا بتعمر جبل منكوب من ال 86. متفقين 100%. بس بدك ترجع تشوف أنه أنا وضع الحكومة اللي كان موجود عندها إذن واقفال المجلس النيابي سنتين، وانت بتعرف التشريع كله بيصير داخل المجلس النيابي، تم الاقفال بالمفتاح على مجلس النيابي وتم محاصره السرايا، ومن بعدها عم اقول لك ومن بعدها اجاك 7 ايار، ومن بعدها اجت حكومه الوحده الوطنيه توافق. هون تفائلنا انه ان شاء الله يكون عندنا فرصه لحقيقه نقدر ننفذ وعودنا تجاه اهلنا ومواطنينا بطرابلس ولا بعكار. شو اللي صار؟
مثل ما قلت لك اللي صار انه اول 5-6 شهور وكان عم يعمل، خليني لك شغله، الرئيس سعد الحريري كان عم يعمل دراسه كامله شامله على نفقته الخاصه وجاب وفود من برا لدراسه يعني خاص، دراسه خاصه لمطار الشهيد رينام عوض، ونحن بنعرف قديش بيخلق كذا الف فرصه عمل. واقف شو اللي صار؟ ما بس جاب شركات خاصه من الخارج، دفع له مبلغ بحدود $1,250,000 من جيبته من نفقته الخاصه لدراسات كامله شامله لاشغال المطار. اللي صار مثل ما عم لك بعد 6 شهور تم الانقلاب على حكومه وحده وطنيه واستلمت هذه الحكومه، وهالحكومه هي المسؤوله اليوم. بدي اقولها من اخر سنتين ونص. عندي سؤال بس وحيد هلا قبل ما اختم هذا الملف، لانه فقره الصحف صارت جاهزه. لطالما كان يتغنى تيار المستقبل بانه طرابلس وعكار هي خزانه البشري. نعم. بعد اليوم بتمونوا على الارض؟ هيدا السؤال حقيقة برسم الصناديق الانتخابية، لأنه اليوم نحن ما غيرنا لا من قناعاتنا، جمهورنا بعده هو ذاته، ما تغير بعضه على الأرض. ولكن ما قدرتوا ضبطوا الوضع إذا فعلا الأرضية ضبطنا الوضع بأي موضوع على الأقل بالتوتّرات يعني. اليوم هيدي مش مسؤوليتنا نحن، هي مسؤولية القوى الأمنية. يعني في مؤسسة عسكرية اليوم، ليه ما ضبطتوا؟ لحظة، هيدا الموضوع اليوم أنت بتقدر تسيطر على جماعتك، بس إذا في ناس برا ولو كانوا كلها ما بنسب بشكله جزء بسيط من الناس، ولكن هيدي المسؤولية مسؤولية الأجهزة الأمنية، مش مسؤوليتنا نحن النواب نزل على الأرض ونشوف وين في شخص مخل بالأمن ونحن نعتقله. مش قصة تعتقله، بس إنه على الأقل إذا الأرضية بتمونوا عليه. نحن عم نمون على جماعتنا، عم نمون على جماعاتنا، ولكن الشارع اليوم مش كله لك يا أستاذ مالك، أنت بتعرف في ولو كان نسبة 10% من الشارع. مين على هودي 10%؟ ما بعرف، بدك تسأل الأطراف اللي بتمون عليهم. مين؟ أنتم مين؟ يعني قوة ميري أدار مين؟ حزب الله. بدك تسأل شو عامل حزب الله بشوارع طرابلس والزي هريه وابو سمره والابي والمينا وقالوا مسلحين. نعم اوف كورس، بالطبع. وهو بالطبع قتل الشاغيه، هيدا موضوع اخر. عم اقول لك الموضوع الشاغيه خلينا فلننتظر لنهايه التحقيق والقضاء. الشاغيه متهم بانه من 8 اذار. نحن كان لنا موقف حقيقي، ودوله رئيس الرئيس سنيور نعاو قال انه مش مقبول القتل. هيدا نحن قلنا ضد اي مش عم بختلف عن سياسي. أنا عم بعمل قراءة بالوضع، بعدين مش عم بتهم. التحقيق أنا عم بعمل قراءة بالوضع مش عم بتهم. مالك التحقيق لم ينتهي بعد. صحيح، فلننتظر لنهاية التحقيق. بانتظار نهاية التحقيق، رونا حلبي صارت جاهزة، والجولة اليومية على أبرز ما ورد اليوم في الصحف المحلية الصادرة في العاصمة بيروت، وكذلك الصحف العربية والدولية الموزعة في لبنان. إليك الهواء رونا، تفضلي. شكرا مالك، صباح الخير لكل المشاهدين. جولتنا على الصحف اليوم رح تبدأ أيضا من الملف السوري الميداني، وتحديدا المقال الذي كتبه الزميل رضوان مرتضى في الصفحة الأولى من جريدة الأخبار بعنوان الأخبار في القلمون. كتب الزميل رضوان: أميرة جبهة نصرة والدولة الإسلامية في القلمون، الشيخ أبو مالك السوري والشيخ أبو عبد الله العراقي ترددا غير مرة إلى الأراضي اللبنانية. وتكشف تقارير أمنية أن قيادات في كل من جبهة النصرة وداعش تتنقل بحرية بين لبنان وسوريا، وأنها تنسق مع شخصيات دينية لبنانية في أمور تتعلق بالشؤون الحياتية للنازحين السوريين، إضافة إلى تنسيق على عالي المستوى في الشقين اللوجستي والأمني. وتذكر التقارير أن شيخا بارزا في عرسال يلعب دور الوسيط في هذه المسألة، وهو يعد الذراع اللبنانية للمجموعات السلفية التي تدور في فلك القاعدة. من جريدة الأخبار إلى جريدة الجمهورية، أيضا في الملف السوري كتبت: روسيا تستعجل جنيف 2 تفاديا للفراغ. أشارت أوساط روسية إلى وجود عقبات كبرى أمام تحقيق خرق إيجابي في جنيف 2، خصوصا فيما يتعلق بالشروط المسبقة التي لا يزال الائتلاف الوطني السوري المعارض يصر على تحقيقها قبل جلسات جنيف. واعتبرت الأوساط أن المعارضة التي تدعمها بعض الدول العربية والإقليمية تحاول عرقلة التفاهم للوصول إلى الفراغ الدستوري في البلاد، لأنها لا تزال تراهن على تدخل خارجي لإسقاط النظام، لأنه وبحسب المعارضة فإن الأسد لن يكون رئيسا شرعيا لسوريا بعد انتهاء ولايته، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام التدخل العسكري الخارجي بغطاء دولي في اعتبار أن الأسد فقد شرعيته. من الجمهورية إلى صحيفة نيويورك تايمز، أيضا في الملف السوري: أمريكيون يتخوفون من مرور الكيميائي السوري بساحات قتال. كتبت الصحيفة: تخوف مسؤولون أمريكيون من خطة طرحت في نهاية الأسبوع الماضي حول نقل الأسلحة الكيميائية السورية إلى خارج البلاد، نظرا إلى أن نقلها يتطلب المرور بساحات حرب وقتال، عدا عن أنها ستحمل في سفن ليس لديها أي وجهة لتقصدها.
واعتبر مسؤولون عدة أنه وإن تم إيصال الأسلحة الكيميائية إلى مرفأ سوري وتم تنزيلها في سفن حمولة بغية إخراجها من الأراضي السورية بحلول المواعيد النهائية المحددة في الاتفاقية الروسية، فما يثير القلق هو أنه في غضون الأسابيع الست التي تلي ذلك ستشكل المواد الكيميائية المؤلفة من 600 طن من السلائف الكيميائية هدفا كبيرا بطيء الحركة لجماعات المعارضة المسلحة السورية. وأيضا في شأن الأسلحة، ولكن هذه المرة كتبت صحيفة الجمهورية أيضا عن صفقة تسليح بين روسيا ومصر تمولها السعودية. كتبت الصحيفة اليوم: لم تستبعد مصادر دبلوماسية أن تتوج الاتصالات المفتوحة بين المسؤولين السعوديين والروس بزيارة يقوم بها رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأمير بندر بن سلطان إلى موسكو لخلق ثلاثية روسية سعودية مصرية، وذلك بعد زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويغو لمصر قبل أيام، والتي تخللها التحضير لتوقيع اتفاقية التعاون في كل المجالات بين القوات المسلحة الروسية والمصرية، وإمكان تمويل السعودية صفقة تسليح بين روسيا ومصر تربو قيمتها على الملياري دولار. إلى صحيفة الحياة التي كتبت في الشأن الإيراني: إبرام اتفاق في جنيف قد يؤدي إلى رفع عقوبات أوروبية عن إيران. أشارت مصادر فرنسية للصحيفة إلى أن إبرام اتفاق في جنيف قد يؤدي إلى رفع عقوبات أوروبية عن إيران، من بينها المواد البتروكيماوية، ولكن لا العقوبات الأساسية المرتبطة بالنفط، مرجحة أن تنهي واشنطن تجميد أرصدة إيرانية لدى دول معينة. وإلى الشأن الداخلي وصحيفة السفير التي كتبت اليوم: لبنان يطلب مساعدة دولية ضد التجسس. وكشفت الصحيفة أن اجتماع اللجان النيابية المشتركة المخصص لموضوع ملف التجسس الإسرائيلي على لبنان سيعقد الأربعاء في 26 الحالي بحضور سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ووزارات الخارجية والاتصالات والدفاع وقيادة الجيش. وكشفت الصحيفة أن سبب دعوة السفراء الأجانب يعود إلى أنه ستتم مطالبة دولهم بتقديم معدات تقنية للبنان من أجل تعطيل قدرة الأبراج الإسرائيلية على التجسس واستباحة الأثير اللبناني. وأضافت مرجع عسكري كبير أبلغ أحد المسؤولين أن مواجهة عمل الأبراج الإسرائيلية تحتاج إلى معدات تبلغ كلفتها نحو 20 مليون دولار. من السفير إلى جريدة النهار وفقرة أسرار الآلهة في الجريدة، كتبت النهار: تبين أن المتورط الإضافي في ملف الهيئة العليا للإغاثة ليس سوى واجهة لزوج شقيقة أحد المسؤولين الرسميين الذي يحاول تطويق الموضوع. من جهة أخرى كتبت: سفير دولة أجنبية في لبنان معرض للملاحقة القضائية من الدولة التي تعتمده بعدما أبلغها أنه تخلى عن جنسيته اللبنانية. أيضا أضافت: أعيد فتح ملف بيع الأدوية والمواد والمعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان كهبات خلال حرب تموز 2006. عودة إلى جريدة السفير وخبر من صيدا بقلم الزميل محمد صالح الذي عنوان: اللبنانية حرمان مكفوف من امتحانه. كتب الزميل: حرم الفلسطيني المكفوف شادي ياسر سعيد من تقديم امتحان اللغة الإنجليزية في سنة رابعة جدارة في معهد العلوم الاجتماعية الفرع الخامس بصيدا تحت ذريعة عدم وجود من يقرأ له نص الامتحان. وبعدما سئم المناشدة لجأ إلى مدير المعهد، فكان رده أي مدير المعهد: اذهب والمرة المقبلة تقدم الامتحان في اللغة الإنجليزية إذا وجدنا أحدا يقرأ لك الأسئلة. لم يتمكن شادي من تقديم الامتحان وينتظر تدخل الجهات المعنية لإعادة النظر في قرار المعهد. وإلى صحيفة المستقبل وخبر بيئي: جوجل إيرث يكشف فقدان 1.5 مليون كيلومتر مربع من الغابات على الأرض. أكد علماء أمريكيون استعانوا ببرنامج جوجل إيرث أن الأرض فقدت بين عامي 2000 و2012 2.3 مليون كيلومتر مربع من الغابات بسبب قطع الأشجار والحرائق والأمراض والعواصف، فيما ظهرت على سطح الأرض في الوقت نفسه 800 ألف كيلومتر مربع من الغابات الجديدة، ما يعني أن المساحة الإجمالية لفقدان الغابات
تبلغ 1.5 مليون كيلومتر مربع، وهي مساحة مساوية لستة أضعاف مساحة الأراضي البريطانية. وإلى الخبر الأخير أو الصورة الأخيرة أيضا في جريدة النهار، الثلوج تغطي القرن السوداء أمس للمرة الأولى هذه السنة بعدسة طوني فرنجية. الخبر أكيد أفرح قلوب كل محبي رياضة التزلج مع يعني اقتراب هذا الموسم. لهون تنتهي فقرتنا لليوم، بتمنى لكم بداية أسبوع جيدة، وبنرجع على زميلي مالك الشريف وضيفه. بدا شوية وقت يا رونا، بعرف أنك مستعجلة مثلك مثل اللي بيحبوا سكي، بدا شوية وقت بعد. إن شاء الله يا رب هيدا المشهد الأبيض على جبال لبنان بيسري بياضا على الوضع السياسي والأمني. إن شاء الله يا رب. على كل حال مشاهدينا، فاصل قصير وبعد الفاصل استكمال لهذا الحوار. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث. قبل استكمال الحوار أستاذ خضر، في الملف الطرابلسي انطلاقا من التفجيرات، تفجيرات السلام والتقوى، هنا أصبح الموضوع هل فعلا هناك من تسييس بحسب ما يقول الوزير السابق ورئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجية؟ قبل ما نكمل بهذا التفصيل ثم ننتقل إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية، بدي أتوقف مع اتصال هاتفي معي رئيس كتلة نواب الكتائب النائب إلي ماروني. بالأمس كان هناك يعني انتصار لحزب الكتائب ولـ 14 أدار، انتصار متمثل بفوز نقيب المحامين جورج شريج في انتخابات النقابة. النقيب قال أنه هو رح يكون للكل، يعني أبعد السياسة صحيح عن النقابة، ولكن فعليا هو مرشح حزب الكتائب ومرشح 14 أدار. أستاذ إلي صباح الخير. صباح النور إلى كل ضيفك. صباح بداية عليك. بداية ما بعرف إذا منبارك لكم ولا منبارك الـ 14 أدار ولا منبارك لنقابة المحامين، يعني امبارح ضيع شوي النقيب. لا خلينا نبارك لنقابة المحامين وللبنان وعبرهم للكتائب و14 أذار، لأنه فعلا النقيب بكل المراحل اللي اشتغل فيها من نقابة كعضو كان لكل لبنان وكل اللبنانيين ولكل المحامين. هو أيضا عضو مكتب سياسي بحزب الكتائب. وعضو مكتب سياسي. نحن بمدرستنا الكتائبية تعودنا نكون أنه ولما بنوصل الى موقع عام موقع رسمي بنكون لكل لبنان وكل اللبنانيين. انا تجربتي بوزاره السياحه اثبتت انه كنت لكل انسان يدخل الى الوزاره ما اسال عن اسمه ولونه ومذهبه. يعني اليوم المباركة هي لنقابة المحامين تماما كما قال نقيب جورج جريش، لن يكون لفريق سياسي وإنما لكل النقابيين لكل المحامين في لبنان. بالتأكيد، لأنه المحامين هم لكل لبنان وهم ميزان العدالة بلبنان. نحن حريصين على أنه تبقى العدالة مستقلة عن التدخلات الحزبية والسياسية. سعادة النائب، إلى جانب موضوع الانتخابات اللي بالأمس أحرزت فيها قوى 14 أذار هذا الانتصار، اليوم حزب الكتائب يتحضر خلال أيام لذكرى الوزير بيير الجميل، ذكرى الوزير الراحل بيير الجميل، ذكرى اغتياله ب 21 تشرين الثاني في قديس على ما أظن نهار الخميس، وفي احتفال حزب الكتائب نهار الأحد. اليوم شو تحضيراتكم لهذا الموضوع؟ هل من مواقف سياسية ستظهر في هذين الاحتفالين؟ شو محضرة حزب بالكتائب للمرحلة المقبلة بالسياسة؟ يعني ذكرى بيير هي ذكرى غالية على قلوبنا، لأنه الشيخ الشهيد كان عم يشتغل لبناء دولة وبناء وطن وبناء مؤسسات، وأعطى من كل قلبه وأعطى حتى الشهادة، فلذلك ذكراه رح تبقى خالدة. رح نصلي لراحة نفسه نهار الخميس، رح نصلي للعدالة تتحقق ويتم إلقاء القبض على المجرمين اللي ارتكبوا هالجريمة بحق بيير وبحق لبنان. أما بالنسبة للتحضيرات لنهار الأحد، فبعتقد أنه رح يكون مناسبة واحتفال ضخم من أضخم الاحتفالات اللي انعملت بهالفترة على الساحة اللبنانية، ورح يكون في كلمة مبادرة هي لفخامة الرئيس أمين جميل رح يطلقها بكل الاتجاهات بحضور واسع، لأنه تم دعوة كل الأفرقاء تقريبا على الساحة اللبنانية لهذه المناسبة. هالمبادرة هم الوحيد إنقاذ لبنان، إنقاذ المؤسسات، تفعيل دور المؤسسات، عدم الوصول إلى الفراغ بأي مؤسسة. فلذلك كل كتائب اليوم بلبنان عم يشتغل مثل خلية نحل للوصول إلى نهار أحد يؤدي إلى وصول الرسالة
من الكتائب إلى كل لبنان. يعني فعليا حزب الكتائب ينظر إلى نهار الأحد كمحطة مفصلية، هناك مبادرة سيطلقها الرئيس أمين جميل في هذا المهرجان على الصعيد السياسي. بالتأكيد، يعني مش رايحين نحتفل نزقف ونسمع كلمات ونغادر، رايحين نسمع مبادرة ستشمل أن نتفاعل فيما بعد وأن تشمل الجميع وأن يتحاور حول الجميع. مش بس ستشمل الجميع، ستشمل كل الملفات. يعني اليوم بنعرف أنه الوضع الداخلي على الأقل الأمني متوتر، حكومة ما في حكومة تصريف أعمال، ما في تشكيل حكومة، انتخابات الرئاسية على الأبواب، البطرك بطريرك الراعي ينادي يعني بضرورة انتخابات. كل الملفات مطروحة الأمنية والسياسية، تشكيل الحكومة، رئاسة الجمهورية، الوضع البرلماني اليوم في ظل غياب اجتماعات مجلس النواب، كل هذه الأمور ستكون مطروحة، حياد لبنان، دور لبنان على الصعيد العربي، كل هذه الأمور ستكون مطروحة من خلال هذه الكلمة المبادرة. شكرا لك عضو كتلة أو عفوا رئيس كتلة نواب الكتائب النائب. هي ذاتها الله يخليك استاذ معنا. شكرا لك، وعلى كل حال على امل اللقاء القريب بك. لازم ببداية الاسبوع الجاي ضيف معنا هون بالاستوديو لنناقش اكثر في هذا الموضوع، موضوع المهرجان ومبادرة الرئيس امين الجميل. اهلا وسهلا فيك استاذ خضر. قبل ما ناقش بالسياسة بكل المواضيع اللي ستتضمن مبادرة الرئيس نبيه بري، في خبر ورد الآن من طرابلس تحديدا، وحدات من الأمن الداخلي دخلت في هذه الأثناء إلى عمق جبل محسن. عظيم. يعني اليوم الجيش يدخل إلى التبانة، قوى أمن الداخلي تدخل إلى جبل محسن. عظيم. هذه خطوة جديدة، كان قبل قوى أمن الداخلي ما بتقرب على الجبل والجيش ما بيفوت على التبانة. يعني مؤشر، ما في شك هيدا مؤشر إيجابي، وحقيقة هيدا إذا بدل على شيء بدل على جدية الانتشار و يعني فرض هذه الخطة، مثل ما أنا سبق وسمعنا تصاريح وزير الداخلية والعميد بسام الأيوبي منذ فترة قليلة. الحقيقة اليوم بقدر أقول لك، سبق وقلت أنه اليوم الدولة كلها في عندك يعني في أسئلة كبيرة أمام امتحان في حال لم يتم تنفيذ هذه الخطة، وفي حال لا سمح الله فشل هذه الخطة، بقدر أقول لك ما بعرف طرابلس إلى أين ذاهبي، إلى المجهول، لأنه لا من غير المقبول اليوم استاذ ملك افشال هذه الخطة تحت أي ظرف كان ومن أي جهة كانت. وأنا سمعت مبارح أيضا تصريح لقائد الجيش، وهذا الشيء بيكبر القلب وبيقول حقيقة الجيش سيبقى في أماكنه وسيؤازر القوى الأمنية للأمن الداخلي، ونحن يعني لن نتراجع عن ترك الأمن بمدينة طرابلس. هذا شيء بيشجع، يعني ما عم لك هناك الأشخاص المعنيين بالأمن، كان وزير الداخلية ولا قائد الجيش ولا المسؤولين على الأرض من ضباط، مفروض اليوم عدم إفشال هذه الخطة تحت أي سبب وأي زريعة الكريت. على كل حال إن شاء الله يا رب ما تفشل هالخطة، لأنه فعلا أنت عم تقول إذا هيك الوضع رايح إلى المجهول. إلى المجهول ما في شك. جزء من مشاكل طرابلس ترتب في هذه المرحلة، أو جزء من التوتر الأكبر ترتب في هذه المرحلة ما بعد تفجيرات السلام والتقوى. صحيح. اليوم في هذا الموضوع، يعني بعيدا عن التفاصيل اللي ممكن تغرقنا بشكل عام، اليوم هذا الموضوع ترتب عليه مذكرة لرئيس حزب العربي الديمقراطي نائب سابق علي عيد، وايضا في مذكره في تحقيق طلب تحقيق مع الامين العام رفعت عيد. صحيح. بموضوع التهجم على ضباط المؤسسه العسكريه ووزاره الداخليه، واضافه لهيدا كله هناك تاكيد من الوزير السابق ورئيس تيار المردى نائب سليمان فرنجيه انه هذا الموضوع ملفق. يعني كنت اتمنى حقيقه من معالي وزير الداخليه السابق، هو كان وزير داخلية السابق وكان مسؤول عن الأجهزة الأمنية، هو بيعرف ما مدى يعني عمل هذه الأجهزة والإنجازات التي قامت بها. وأنا هون مش بي 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 يعني بواقع أني إجي وحقيقة دافع عن شعبة المعلومات، إنجازات لحالة، إنجازات لحالة شعبة المعلومات، مش بحاجة لا لألي ولا لأي سياسي. بس هو فعليا إذا بدك بس من غير اليوم إذا بدك تحاسب وزير الوزير سليمان فرنجي، الوزير سليمان فرنجي كان وزير داخلية بس عمل الأجهزة الأمنية بس بعهده كان فرع المعلومات فرع. أنا معك، كيف فرع ولا شعبي، بالعكس نحن يعني بنعرف كيف زاد الحجم وزاد الشغل وزادت القوة السياسية والنفوذ السياسي بعد 2005. مع احترامنا لكل شيء في أجهزة قبل ما كان في مع احترامنا لكل شيء في أجهزة أمنية بالبلد وتقديرنا لهم وإنجازاتهم وتضحياتهم، ولكن ما في جهاز أمني في لبنان منذ الاستقلال من سنة 1943 إلى اليوم قدر عمل إنجازات
بفترة زمنية معينة من 2006 2007 لغاية اليوم، بس بقدر حجم الإنجازات اللي عملها. أنتوا بتشوفوها إنجازات؟ لا مش أنا مواطن لبناني، أنتوا بتشوفوها وحزب الله بالذات. 33 تفكيك شبكي، ملف العميل، ملف العمالة، ملف العمالة إلى جانب إلى جانب لا لا بس, بس لا ما في لا ملفات أخرى بيشككوا فيها. أنت بتعرف أيضا في 17 شبكي تجسسية في سوريا تم تفكيكها من قبل شبكات موساد بسوريا، تم تفكيكها من قبل شبكات العمالة. مش عم ناقشك بالضبط، طيب إلى جانب، بس في ملفات أخرى بيشككوا فيها، إلى جانب تفجيرات بالداخل اللبناني، عمليات إرهابية حصلت في الداخل اللبناني أيضا تم تفكيكك من قبل. أنا ما عم بحكي بس على يعني التفجيرات اللي حصلت بطرابلس بالبحصاص منذ اغتيال الرئيس. لا 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 رفيق الحريري، عم تسألني أنا بجيب لك، لو عارف بدك تسألني السؤال بجيب لك إنجازات، بكتب لك يوم على على مش ورقة على أوراق بالإنجازات. أنا اللي عم أقول لك أنا مش عم ناقش إذا عملوا إنجازات ولا لا، أنا مش عم ناقش إذا اشتغلوا ولا لا، أنا عم أقول لك في خلاف على النتيجة. أنتم ترونها إنجازات، الفريق الآخر يراها لا. والله بدي أعتذر منك أستاذ مالك، وقت اللي بيكون الطرف الآخر ما بيشوف إنه في إنجازات تحققت من قبل شعبة المعلومات، 135 جاسوس إسرائيلي كانوا موجودين عملاء، وبما فيهم ملف الرئيس الحريري متهم فرع المعلومات بأنه ضلل التحقيق من قبل الفريق الآخر بموضوع الاتصالات. هيدا الموضوع لحظة بقضية الرئيس الحريري، المحكمة إسا لهلا لم تبتدئ بعد. أنت بتعرف اليوم بس مستندي على الاتصالات ومعطيات الشهر. نو 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 أستاذ مالك أرجوك، هيدا موضوع حقيقة كل شيء في صار تسريبات بالإعلام من رشبيغل إلى ما هنالك من تسريبات. المحكمة لم تبتدئ بعد، ستبتدئ في بداية 2014، ولننتظر ما هي المستندات والوثائق والأدلة، إن كان داتا تليفونات ولا إن كان أشخاص اليوم بعد أشخاص ممكن يكون سوريين. ما بعرف، أنا عم بسمع ببعض الصحف أنه ممكن يكون في ضباط سوريين من النظام اللي انشقوا موجودين خارج سوريا، ممكن يكونوا ما بعرف شو هي، بس أنا ليس لدي معلومات حول موضوع التحقيق. ولكن انا كلنا عم اقول هذا هذه الشعبي ما بعرف هذا موضوع على هيدا عم تقوله انت يعني استباق للتحقيق. بس انا اللي عم اقوله ايش بس انا اللي عم اقول انه اليوم خلينا نرجع للوزير سمير فرنجي كان وزير داخلية سابق وبيعرف ما مدى الاجهزه الامنيه والانجازات اللي قامت فيها على مستوى الاصعدة اللبنانية كله بدون اي استثناء منطقه دون منطقه اخرى. ولكن لنرجع موضوعنا الأساسي اليوم، في هناك متهمين موقفين في لدى الأجهزة الأمنية، أولهم حسين دياب، المتهم يوسف دياب، المتهم يوسف دياب اللي هو المتهم بتفجير يعني مسجد السلام. استاذ مالك هذا الشخص ما تعرض لضربة كف وقت اللي تم اعتقاله. شو عرفك؟ لا عم اقول لك مش انا عم اقولها، ضابط يعني قالوا بالاعلام الاجهزه الامنيه لم يتعرض ضرب كف. ضابط معلومات؟ لا مش معلومات، في اجهزه اخرى عديده بالبلد، ما هي ما في شيء مخبى اليوم، ما في شيء مخبى. هيدا الشخص وقت اللي تم توقيفه بادله يعني وثوابت وبالصوت وبالصوره وداتا اتصالات وكاميرات صور موجوده، هيدا الشخص حقيقه وقت اللي تم توقيفه يعني واخذوا اكيد ضمن الاجراءات القضائيه والامنيه، موجود ملفات كامله وثابته وادله ووثائق بتثبيته بهذه التفجيرات. وقت اللي صار في عندك ايضا توقيف السائق النائب السابق علي عيد اللي هو اسمه احمد علي، ايضا تم توقيفه من قبل اجهزه المخابرات اللبنانيه وليس من قبل شعبة المعلومات. صحيح. واعترف باللي اللي اعترف فيه، ومن ثم لانه شعبة المعلومات كانت هي مستلم الملف من الاساس بعد ما تم توقيفه ورجعوا سلموا ولا مش يعني مش انه اجمالا كل ما بيصير في اشكال، بس لانه هن مستلمين هذا الملف منذ الاساس تم تحويله الى شعبة المعلومات واعترف باللي اعترفوا. السؤال هون اللي بدي اقول لك اياه انه لو النائب السابق على عيد حقيقة ما منو قايل لها الشوفير لو سائقوا بالتهريب أحمد مرعي وتهريبه إلى سوريا كان بيقدر يطلع على القضاء 10 دقائق بحقه معه ربع ساعة، ومن ثم إذا ما ليش بيرجع بطلق صراحة. امبارح كان عندكم على الحلقة مع الأستاذ جورج صليبي أحد الأشخاص المتهمين في تفجيرات، تم تحقيق معه يوم 2/3 ما لقوا شيء، رجعوا أطلقوا صراحه. فرع المعلومات هي شعب، هي أصبحت شعبي على كل حال. لا لا، في قرار مجلس وزراء صحيح مالك، صحيح في قرار مجلس وزراء اصبحت شعبي وليس شعبة المعلومات. شكرا. شعبة المعلومات بعد ما تضخمت. لا لا، هيدي مصلحة البلد على كل حال، مش ضد عم يشتغلوا لابناء البلد ولا لا؟
ولا مصلحه العدو الاسرائيلي، ملفات داخليه بس بس يعني هالشعب هيدي اللي هو جديد في انقسام حواليا، شئنا ام ابينا في انقسام حواليا. بشو في انقسام حواليا؟ من اي جهه؟ في فريق يتهمها بانها مسيسه. مسيسه إيه؟ وين كانت السياسه باي ملف؟ هل يا ترى بملف ما بدنا نرجع نحكي يعني على القصه ذاتها، وقت تم توقيف مئات الاشخاص عملاء وتجسس وتبجيرات يمكن عملوها وقتها ليرفعوا الغطاء او ليغطوا حالهم بملف العماله. في غير هيدا الملف اللي ممكن تقدروا تمسكوه على الفريق الاخر؟ لماذا تم اغتيال اللواء وسام الحسن؟ ما بعرف، انا بدي اسال. انا بدي اقول لك شو دفع ثمن القاء القبض على شبكه سباحه مملوك، وهيدا ماشي مخبى، هي معروف. والشهيد وسام عيد، وسام العيس محكمه دوليه كان معروف، واجت تحذيرات مش مره، مرات عديده. ما زال عارفين كل هالتفاصيل، ما زال عارفه شو عم بتعمل. بس شو هالسؤال حقيقه؟ انه اليوم كل يعني هالتضحيات من قبل هذه الشعبي ومنعتبرها انه هيدي شعبي يعني اليوم غريب مسيسه. ايه هناك مسيسه. مين عم يفجرهم عم يقتلهم؟ قوى 14 اذار، نحن عم نقتل بعضنا، ولا طيار المستقبل عم يروحوا يحطوا لنا عبوات الناس وعم يفجروا يقتلوا الضباط؟ سؤال اخر. لا 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 خليك هون لحظه. مين اللي عم يقوم بهالتفجيرات والاغتيالات لشركه من يقوم بهذه التفجيرات؟ ما بعرف. طب بركي نحن، بركي طيار المستقبل عندنا خليه امنيه عم يروحوا يفجروا. ما زال عرفتوا لماذا اغتيل الشهيد وسام الحسن ولماذا اغتيل الشهيد وسام عيد؟ طب ما عم تعرفوا مين عم يغتالهم اليوم؟ لماذا تم توقيف الوزير السابق ميشيل سماحه قبل اغتيال الشهيد وسام الحسن؟ بس انا عم اقول لماذا تم توقيفه؟ انت عندك ادنى شك، انت كمواطن لبناني بكل تجرد. لا لا انت كمواطن لبناني لقوا معه عبوات، مش رح ناقش بهالفكره. لقوا معه عبوات، شو جاي يعملوا؟ يوزع زهور مش عم برق للنواب والفعاليات السياسيه بالبلد؟ انا عم بسالك. وخطه البتراك كان بده يصيرنا بعكار، وكان بده يحط له مازال عارفين اسباب اغتيال الشهيد وسام عيد والشهيد وسام الحسن؟ ليش ما وصلت فرع المعلومات الى طرف شعبة المعلومات؟ ليش ما وصلت شعبة المعلومات الى طرف يؤكد شكوكة بالاغتيالات؟ ليش عم توصل بشيء لاخر الخيط وبهاي الموضوع شاكين ومش عارفين توصل بموضوع شبكة سماحة؟ ايه في شكوك حولها. انا عم بحكي على الاغتيالات، اغتيال الشهداء وسام عيد وسام الحسن لليوم ما بين ولا خيط. مزبوط، لانه يمكن الاشخاص اللي عم يقوموا بهالتفجيرات بروفيشنال بشكل انه ما عم يتركوا وراهم اي ادله او ثوابت او كيف صدفت انه هو تفجيرات كثير ذكيه وبالسلام والتقوى غبي؟ هيدا لا 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 لا، السلام والتقوى يا استاذ مالك، انت بتعرف اليوم في كاميرات فيديو صوت وصوره واعترافات، ولو الشهيد وسام الحسن ما كان في حواليه مراقبه؟ على كل حال على كل حال لا ينتهي على كل حال هيدا الموضوع بالذات، اذا بتخليني بس ولو بمجلس يعني هيدا الموضوع طبعا. لم ينتهي التحقيق منه بعد، فلننتظر لنهايه التحقيق وعند اذن لك الحديث حديث، بس هيدا الموضوع الملف مش مسكر بعده خاضع للتحقيق. ما في شك بعده خاضع للتحقيق وبعد فننتظر. هناك بس من سأل من الفريق الآخر اليوم، ليش تطالبوا علي عيد بالخضوع للتحقيق بالوقت اللي علي الحجيري كان مطلوب بمذكرة استماع؟ أنا مش عم أقول اتهام، استماع وحمي يومه. حمي من قبل مين؟ عم تحكي على رئيس البلدية؟ رئيس بلدية عرسال. لم يتم يعني أنت برأيك ما إذا بتسأل القضاء ما نزل واجتمع ببعض القادة الأجهزة الأمنية واجتمع فيهم وتم تحقيق؟ إيه بس الكل يذكر أنه بعد ردخ للقضاء. لحظة ردخ للقضاء. مش قاعد معهم معلش يا زلمة، ردخ للقضاء. ما ردخ للقضاء، ما نزل على القضاء بالمطلق. أنا علي الحجيري ما نزل على القضاء. أنا حسب معلوماتي راح على مركز أمني لأنه كان منصف التبادل. هيدا اللي عم لك نزل على قبل ما يروح على المركز الأمني. الكل يذكر بيان رئيس سعد الحريري، هيدا ما بيبرر. وقت طلعت مذكرة جلب علي الحجيري كلنا بنذكر بيان الرئيس سعد الحريري. استاذ مالك خليني أقول لك شغلي. الموضوع اليوم نحن يعني عم بحكي نحن كنواب تيار مستقبل، وانا كنائب مشرع في المجلس النيابي بمعزل الى اي كتله انتمي، ولكن نحن موقفنا بالذات كل عمره انه نحن نطالب بتطبيق القانون بسواسيه وعادله لكل الاطراف وكل الاشخاص، ومفروض كل مواطن لبناني تحت سقف القانون. هيدي خلينا مشان ما حدا يزيد علينا محسومه بهالموضوع، من اي شخص كان، من اي جهه ينتمي الى اي فريق سياسي، مين ما يكون مفروض ان يخضع للقضاء وللعداله اللبناني. هيدا موضوع مبدئي عنا اياه، موضوع مبدئي. فيما يتعلق بموضوع النائب السابق على عيد، هيدا الموضوع الحقيقة أنت ما تعرف اليوم قديش في ناس بقلب مدينة طرابلس صار عندهم خوف
انه هل يا ترى العداله والامن لم تطبق في مدينه طرابلس؟ هي مش خوف، هو حقهم، في حقهم، لا 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 وين في خوف؟ حقهم يعرفوا مين اللي قتل اولادهم. في عندها خمسة، في 50، في 55 55 شهيد سقطوا على باب جامع، و500 600 جريح. هيدا ما له مبرر انه لا نصل الى خاتمه في هذا. بتعرف شو الفرق بين يعني القاء القبض على شبكه سماحة ومخلوف، والفرق بين تفجيري المسجد التقوى؟ انه هنيك تم القاء القبض على هذه الشبكه قبل تحقيق اهدافها والقيام بالاعمال الاجراميه والارهابيه، ولكن موضوع تفجيري مسجد التقوى والسلام تم تفجيري خط واحد وصار. لا ما بعرف، بدك تسالني لا انا بالاعلام يا استاذ مالك ما معترفين الخط واحد ما في شك، لانه هنيك اعترف انه مين كان بيعته بالصوت والصوره والفيديوهات. وايضا اليوم ليك لماذا حزب الله، ونحن بنعرف اليد الذراع الأقوى في لبنان أمنيا وسياسيا ونفوذه عبر المؤسسة العسكرية وحزب الله، لماذا لم يأخذ موقف واحد فيما يتعلق بموضوع شبكة سماحة موقوف سباحة ومخلوق، ولكن وأيضا فيما ما يتعلق بموضوع الموقوفين في تفجيري الإرهابيين لمسجد التقوى والسلام؟ ليش حزب الله اللي نحن بنعرف هي الذراع الأقوى وهي جهة سياسية المؤثرة والأمنية وعنده ووو ليه؟ لأنه اطلعوا على الملف، حزب الله اطلع على الملف بكامل تفاصيله وأدلته من المتهم الأول يوسف دياب إلى آخر متهم. وهذا الموضوع أنا عم أقول لك يوم مسؤول عن كل كلمة بقولها. حزب الله يعلم كامل معرفة أنه هؤلاء الأشخاص حقيقة مسؤولين متورطين، لا في فبركة ولا في، بدنا نقعد اليوم نقعد نركب قصص أنه لا هيدي فبرك القصة. اليوم أول شخص أول جهة كانت تطلع وبتقول هيدا الموضوع فبركة هو حزب الله وقوات من الإدارة بشكل عام. بقى هيدا الموضوع خلينا على نكون على بين فيه. طوينا صفحة طرابلس هلا. لا بس نقطة بشكل سريع، بس إذا بتسمح لي اليوم أنا بدي أقول أنه في حال تم اتهام أحد أبناء هذه الطائفة الإسلامية العلوية هو متهم يوسف دياب وبقية الأشخاص، لا يمكن ولا يجوز يا أستاذ مالك نحمل كامل الطائفة الإسلامية العلوية إذر الطائفة الإسلامية العلوية إذر هذا الحادث. إذا في شخص من أبناء هذه الطائفة مسؤول بما كان ما عن هذا التفجير، أنا ما فيني أجي وأعتبر أنه كل هذه الطائفة مسؤولة. وايضا في مواقف حصلت خلال الاسابيع الماضيه، وانا عم اقول لك حقيقه عم بحكي بكل شفافيه وبكل موضوعيه، ما في يوم من الايام ولا لا البطركيه المارونيه ولا دار الافتاء السني ولا دار الافتاء الشيعي ولا دار الافتاء الدرزي الموحدين اخوان دروز اعطوا قرار لكامل الطائفه بشخص معين وقالوا انه كل هذه الطائفه تتمثل بهذا الشخص وهو لحظة هون بدي وصلك حصل. انا من هون انا عم بحكي هالحديث لانه لوصلك هالنقطه انه من غير المقبول ولا يجوز، وحقيقه بتسيء الى مجموعه كبيره من ابناء هذه الطائفه اللي عندهم مثقفين وحمله اجازات، انه كل هالناس صارت ممثله بشخص واحد بهالطائفه كلها، بما فيه المجلس الاسلامي العلوي اليوم انه بيطلع بهكذا قرار بوقت ولا يوم من الايام، عم بعطيك بتاريخ الجمهوريه اللبنانيه من البطركيه المارونيه الى دار الافتاء السني او الشيعي الكريم او دار موحد الدروز، قالوا انه هذا الرمز هو سياسي لنا وكل الطائفه متمثله فيه، واي شيء بيحصل لهذا الشخص يعني يا الطائفه بتقوم معه او بتنزمه، شو الحديث هذا غير مقبول، هذا يسيء الى الطائفه ويسيء الى ابنائنا ومثقفينا ويسيء ايضا الى العيش المشترك بقلب مدينه طرابلس بين السنه والعلويين. من غير المقبول اليوم نحن 600 الف شن نسمي لحظه بس هيدا اللي عم بيصير، مش هيك مش هيك عملوا بدي عليك شخصيا صحيح حقيقه، وانا قلبي على ابناء هذا الطائفه الناس اللي لا لقطن ولا جمل لا بنظام سوري ولا بحزب عربي ديمقراطي ولا بآل عيد ولا بأي ميليشيا، بينزلوا بيشتغلوا بالبلد وعم يتعرضوا حقيقه عم يتعرضوا لاطلاق رصاص او لضرب، هدول في ناس لا لقطن ولا جمل، هدول ناس لاحقين لقمه عيشهم يا اخي، في ناس تركت الجبل وراحت وضع المالي بيسمح له وسكنت خارج الجبل، بس لا يجوز ومن غير المقبول وحرام دينيا اليوم انه كل شخص ينتمي الى هذه الطائفه بيعتبروا انه انت اليوم صرت مسؤول بال يعني اخر اعتداء حصل بمدينه المينا. عمول مبادره وفوت لا في في عندنا في عندنا هلا اهل الجبل في عندنا هلا ان الله راد قايمين بمبادره تحت يعني الامين العام لقوى 14 اذار، وبحطك بتفاصيلها لموضوع العيش المشترك الاسلامي بقلب مدينه طرابلس، بس انا حبيت بس اطلع على هالموضوع يا استاذ مالك لاقول لك من غير المقبول اليوم نحمل اذر كامل هالطائفه لاحد الاشخاص اذا كان متورط ونقول كل هذه الطائفه مسؤوله، هيدا حرام وغير مقبول. بعد الفاصل الاعلاني الحكومه رئاسه الجمهوريه والوضع في سوريا، مشاهدينا فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث. سيس خضر بالموضوع الحكومي، بعد مش رح أحكي إذا في حكومة ولا لا، بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورد الرئيس سعد الحريري
بعد في أمل لحكومة؟ لا ما بدي يكون حقيقة متشائم، ولكن الواقع بيفرض نفسه أستاذ مالك. نظرتي للأمور سلبية جدا، بقدر أقول لك مع الأسف لن يكون هناك حكومة في المدى القريب لسبب واضح، وخاصة يعني خطاب السيد حسن نصر الله آخر الأسبوع الماضي، الخطابين في مجلس عاشوراء، كان من الواضح أنه اليوم لن نسألين لا عن كيان الدولة ولا عن الدستور ولا عن الطائف. نحن كان تعرف لو حقيقة هناك نية سيئة لدى قوى 14 أدار ولتيار المستقبل بالذات، وعندنا نظرة تجاه الحزب بشرزمته أكثر ما هو يعني انخراطه بيئتون الحرب السورية، كنا بنقول تركوا. نحن نطالب برجوع أبناء هالشباب للبلد. اليوم في عندك اليوم قاضي، في عندك نخبة، ليش ربط نخبي الحكومة اليوم؟ ليش في عندك نخبة من هالشباب اللي عم تستشهد عم تموت بسوريا، وامبارح يعني تم دفن بعض منهم. لو لو لا لا يعني لانه كلمة حزب الله، انا اعتمدت نفس الكلمة اللي اعتمدوه بالتلفزيونات ووسائل اعلامية لدى حزب الله، استشهاد ناس بسوريا، ولكن انا ما لا انا ما بعتبره اليوم مواطن لبناني ضد مواطن سوري استشهاد ابدا. انا وجهة نظري بالسياسة عم بحكي فيها بكل صراحة، ولكن انا عم اقول لو كان لدينا وجهة نظر حقيقة يعني بدي اقول لك اياها، انه بريد الشر لا سمح الله لفريق اخر بالسياسه اللبنانيه، كنا بنتركهم خليهم يخرطوا اكثر من مخرطين. لماذا الاصرار؟ نحن اللي عم نقوله بدنا نرجع ابنائنا وشبابنا على البلد لهون، اللي هي دول نخبه واجهوا العدو الاسرائيلي، ودول بيستفاد منهم خبراتهم بلبنان، مش ليروحوا يعني يقاتلوا السوريين ليوم بالايام احتضنون اخواننا اللبنانيين. انا اللي عم اقول اليوم في عندك حقيقه واقع مزري اليوم. حزب الله لن يتراجع لأنه صار قراره أكبر منه بصراحة. قرار اليوم انسحاب المقاتلين من سوريا لدى حزب الله مش بلبنان، مع الأسف مع احترامنا لأعلى وأصغر شخص موجود في هذا الحزب، القرار قرار خارجي في طهران وليس في لبنان. قرار في طهران. المشاركة بالحكومة وين؟ قرار المشاركة في الحكومة نحن كنا عم نقول لدينا، هلا بفكر أنت حتى المعادلة اللي طرحوه حتى 9-6 ولا قبل 8-8 ولا أي قبل منفوت بالأرقام قبل منفوت بالأرقام. اليوم المعضلة هو أنه حزب الله رافض يظهر من سوريا، وأنتوا رابطين المشاركة بالحكومة بظهرة من سوريا. في خيارين اليوم. لا 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 لا, لا, لا مش بالضرورة. الانسحاب مش قرار، مش بالضرورة. قرار المشاركة بالحكومة قراركم شخصيا؟ مش بالضرورة أبدا، مش بالضروره. لك في خيارين، مش بالضروره. اذا حزب الله ما بده ينسحب من سوريا عظيم، خليه يضل بسوريا، ما عندنا مشكله معه. بس انا اللي عم اقول كان هناك خيارين. الخيار الاول، اولا انسحاب المقاتلين من سوريا، و يعني بتنشا حكومه، سميها حكومه جامعه، حكومه وحده وطنيه اللي بدك اياها، بس بينسحبوا الاخوان من سوريا، وبنتفق على بيان الوزاري بنعتمد فيه بيان بعض بياننا. هذا الشيء الاول. قبل ما نوصل لهي التفاصيل، الهدف الثاني قلبنا والاساس مش موجود. الخيار الثاني بتعرف شو هو؟ بدهم يضلوا بسوريا، يضلوا بسوريا الاخوان، ما عندنا مشكله معهم. بيتم تاليف حكومه وحده حكومه حياديه، وفي نخبه اليوم من اللبناني مش بحاجه نقول انه هذا في اشخاص كثير غير مسيسين، لا 8 ولا 14 فينا. لك البلد ما بيخلق اساس في اشخاص كثير غير، يعني ما بدي اتي على ذكر اي شخص، بس في اشخاص كثير اليوم غير مسيسين. فليتم تشكيل حكومه حيادية، سميها تكنوكرات، سميها بدك إيه، ومن ثم تعرف شو بيصير؟ الملفات الشائكة اللي عليهم خلافات حول وجود المقاتلين في سوريا وحول موضوع السلاح حولهم على طاولة الحوار، ويتم مناقشتها بطاولة الحوار. ما عندنا مشكلة نقعد معهم ونطرح الموضوعين ولا حل. معهم على طاولة الحوار إذا ما انسحبوا من سوريا؟ إذا أنا عم أقول لك شو الخيارين. إذا شكلوا حكومة، إذا تشكلت حكومة حياديين، شكل حكومة حيادية، تقعدوا معهم على طاولة الحوار إذا ما انسحبوا من سوريا؟ هيدا اللي عم حاول أشرح لك إياه، عم حاول أشرح لك أستاذ مالك. عم أقول فليتم، هيدا الخيار الثاني. الخيار الأول قلت لك شو هو، الخيار الثاني عم أقول فليتم تشكيل حكومة حيادية غير سياسية، لا 8 ولا 14. واليوم في أكثر من 70% من الشعب اللبناني، أنا عمل سونداجات بمختلف المناطق اللبنانية وبكل المحافظات، وكان هناك حقيقة في أكثر من 70% من الشعب اللبناني اليوم يؤيد حكومة حيادية من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق اللبنانية، من الضاحية إلى الشرقية إلى الغربية إلى الشمال إلى الجنوب إلى البقاع، بيؤيدوا حكومة حيادية غير مسيسة. عظيم. بتشكل حكومة. عنا نموذج قبل. لا لا بس خليني، عندنا نموذج قبل. الموضوعين اللي فيهم اشكال، اللي هني موضوع تواجد حزب الله المقاتلين في سوريا على الاراضي السوريه، وموضوع السلاح. هالموضوع نحن نعم اذا تشكلت حكومه حياديه غير مسيسه، قراركم بالقبول بالمشاركه 100%؟ لا، بموضوع قرارنا بالمشاركه، بموضوع الدخول بحكومه اذا التزم حزب الله. استاذ مالك ما حدا بيفرض رايه علينا،
صدقني نو ما حدا بيفرض رأيه علينا نحن حتى داخل كتلة الوحدة نحن بتيار المستقبل قبل ما أحكي بكو 14 أدار ونحن اليوم 14 أدار يعني التيارات خليني ديمقراطية خليني بتيار نحن مش بي خليني بتيار المستقبل مين بده يفرض رأيه علينا؟ أنا عم بسأل لا ما حدا بيفرض علينا بدك تسمح لي بموضوع السياسة متهمون بأنه قراركم سعودي هيدا كلام مش دقيق خليني أقول لك ما بدي أحكي هيدا كلام حقيقة بوسائل الإعلام لقوات ميناء أدار تستعمل هذه الأساليب أنه اليوم القرار قرار سعودي وإلى ما هنالك لا هيدا الموضوع قرارنا قرار لبناني بحت 100% لا بعد معي دقيقة من وقتنا بدي بشكل سريع إذا ما في حكومة وكله مؤجل ما بدك تكون سوداوي بس ما شكله في حكومة رئيس الجمهورية شو؟ أنا بقدر أقول لك بصراحة نحن مع يعني انتخاب رئيس جمهوري بوقته هيدا القانون أعطانا إياه الدستور اللبناني موجود ولكن كما أصبح من الواضح الآن حزب الله حقيقة بالتوجه بالترم الماشي فيه اليوم يبدون حكومة يسون هني يفصلوها ويفبركوها مثل ما بدك تروح رئيس جمهوري ولا لا عم بحكي على حكومة وبدي كفي لك على رئيس الجمهورية ما هي بدها بعدين بوقت من الأوقات أعتقد سيكون باكج بدها تصير باكج كلها كاملة ملف واحد تشكيل الحكومة تأليفها ورئيس الجمهورية هي بدها تصير كلها ومع الأسف القرار صار مش بالبلد هون القرار صار بالخارج مع الأسف لك يعني كله واقف يعني صار كله واقف والبلد على جمود وهيدي الحكومة حكومة تصريف أعمال هي يعني تبقى في الحكم من هلأ لغاية انتخاب رئيس الجمهورية نتمنى احترام المهل الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية بطريقة ديمقراطية مثل ما صار امبارح بنقابة المحامين هيدا الحقيقة اللي صار امبارح بنقابة المحامين نموذج مالك نموذج ديمقراطي المفروض لازم يطبق ولكن مع الأسف هيدا الشيء ما لح يطبق اللي هو اليوم واضح حسب الله يعني بمواقفه الأخيرة اللي عم يخدها بعدم احترام الدستور والطائف والإيمان إن شاء الله يا رب أن نشهد هكذا نموذج في السياسة اللبنانية كالذي شهدناه من انتخابات في نقابة المحامين إن تقريبا ما كان في أصوات تعترض على الأقل على النتيجة بعد نشوف الشاسع بغض النظر هيدا بيدل بغض النظر يا أستاذ خضر ما قبل الجامعة الأمريكية بالطلاب كمان بس هون الطلاب وهون عم تحكي بغض النظر محامين هيدا القضاء هون كل شيء في قضاء ومحامين بدون يصيروا أطباء ومهندسين كلهم أنا مش احترام لما في شك أنا بس عم ناقش على فريق معين على نخبة مثقفة اليوم المجتمع اللبناني اللي هي ممثلة بالقضاء اللبناني اللي هو شوف وين رأيه مش عم باحترام من قيمته تعرف ليش ممكن يكون في ناس موقفها بالطريقة اليوم يمكن من سنوات عديدة لم يكن الفرق الشاسع بين 8 و 14 لأنه في سبب اليوم عم نشوف في قوى من 8 أدار حقيقة لا عم يحترموا لا القانون ولا الدستور ولا الانتخابات النيابية وحدث ولا حرج لذلك كان ردة فعلهم اليوم عبر الانتخابات بس في انتخابات الطلاب كانت ردة فعل اوكي احترامنا للطلاب يعني لهون انتهى وقت حلقتنا انا بدي اتشكر حضورك معنا عضو كتلة المستقبل النائب خضر حبيب اهلا وسهلا فيك شكرا دائما ضيف عزيز في هذه المحطة وهذا البرنامج اهلا وسهلا فيك دائما مشاهدينا نوعد بيتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة بيروت حتى ذلك الحين الى اللقاء